دولة فرنسا هي عضو دائم في مجلس الأمن، عندها حق، حق النقد وحق الحزم. تمشي اليوم أنت تعلن أمام الملا باللي راك موافق الحكم الذاتي، بينما الملف راه في لجنة تصفية الاستعمار تاع مجلس الأمن اللي أنت عضو فيها. واش هاد دو بوي دو مزير واش معناتها؟ احنا سي بور سا المفروض انت تدافع على مجلس الامن اكثر من اللي ندافعوا عليه احنا. انت راك عضو دائم في مجلس الامم المتحده في مجلس الامن، تسعى للسلم في مجلس الامن، هو باش يحمي السلم في العالم، تخترقه انت الاول.